ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. القصة آثار تمهل في النظار، تأمل في العبار، هاي الدنيا ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، هاي الدنيا ألوان. قلت لك روح ومالك شي عندي، وإذا طبيت هني بشوف شغلك. يلا روح روح. جاسم حبيبي، ليش واقف على الباب؟ جاسم جاسم جاسم، وش فيك يا ابو محمد؟ احلام اليقظة ولا وش؟ تصدق انا اكثر واحد يحلم في الدنيا. شلون يعني؟ كل يوم انام احلم، حتى وانا قاعد احلم من يوم كنت انا صغير، ليش ما ادري. الظاهر ينبلك مفسر احلام خاص يشتغل عندك. اي والله. لا صدق عن جد لازم تفسر أحلامك وتعرف شنو أسبابها. أنت روح وابحث وتحرك وشوف ليك أحد يفسر أحلامك وشوف شنو السبب، يمكن يطلع أسباب. فيك نايم؟ لا أرباب أنا ما في نوم. زين جهز لي كيس عيش وكارتون حليب وكارتون دهن وشدة ماي، وبسرعة ها أنا بروح وبرجع لك مرة ثانية. إن شاء الله أرباب.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله أبو محمد. شخبارك يا أبو جاسم؟ حياك الله حبيبي. وش عندك اليوم؟ والله عندنا يا أبو محمد الصافي موجود والجنم موجود والشنعد موجود اللي تأمر عليه. بس قاعد تبيع في هالجو؟ وش تسوي يا أبو محمد؟ الرزق ما يجي بسهالة في الشمس وفي الحار وفي البرد، هذه شغلتنا. إيه والله الحياة صعبة، الواحد زين يقدر يعيش ويأكل أولاده هالأيام. الله يعين يا أبو محمد، هذا أنت بعد بعدك شباب وما عندك إلا محمد، والحافظ الله اللي عندي ستة، وش أسوي؟ مجبور. ترى محمد مو صغير، كلها كم سنة ويدخل الجامعة وتطلع لي مصاريف جديدة بعد. هذا بعد إذا درس برا مصاريفه أضعاف. وإيش له بالدراسة برا؟ ترى الغربة مرة. الله يساعد الجميع إن شاء الله. يلا سوي لنا 3 كيلو. إن شاء الله يا أبو محمد من عيوني. سمك فريش من البحار الى المقلق، وش تبي بعد؟ لا شكل هذا معاند اليوم. ايه هلو، انت تسمع والله شنو؟ ايش فيك بلعت لسانك؟ وين الاغراض اللي خبرتك عنهم؟ روح جيبهم لآلتك كف واطير هالوجه. وانت يا ولدي وش حلماتك؟ امشي سيارة كبيرة. اوه ما شاء الله، يعني انت بتصير قبطان. خدني وياك عاد، ها؟ قبطان كبير. وانت وش حلمت؟ حلمت بوردة. اوه ما شاء الله ما شاء الله، يعني بتكبر وبتجيب لك بنية حلوة مثلك مثل الوردة. وانت قولي وش حلمتك؟ حلمت بعصفور يطير. ها يعني انت حلمتك بتصير طيار. انا ما حلمت بشي. ما حلمت بشي؟ يا ولدي شوف الليلة كل باقي الليل ونام علشان تحلم أحسن حلمة، وأنا أتوقع إن حلمتك بتكون زينة وتفسيرها من الحين بتنجح في الامتحانات كلها وبتجيب ممتاز. صدق يا أبو علي، وأنا طالع من الشركة أشوف جاسم يصح من قمة راسه على الحارس. هاشا مداهي يتغير. إيه أبو طبيع ما يوزع عن طابعه. ذاك الأسبوع كان وياه من أحسن ما يكون. زين وش الحل وياه الحين؟ ولا حل، هذا إذا صابر ركب السيكل جاسم بيصلح حل. وينه هو؟ ما تشوفه ياهم؟ يمكن ما يصلي. يصلي لو ما يصلي براوي. حصلناه، نمشي. أغفر الله لك. ولك مغفر الله. شلونك يا أبو فاضل؟ الحمد لله على كل حال. حياك وصلك وياي. يلا توكلنا على الله. فضل يانا أبو محمد. مشكور، الله يغنيك يا أبو فاضل. الله يسلمك ويحفظك حبيبي. الأرباب السلام عليكم. شو تبغي؟ ما ياتي خلوص مال السيارة قسل. انت سمي هذا بعد تغسيل الحين؟ السيارة صار لها شهر كلها مغبرة. لا والله عيني قسل. روح روح مالك شيء. أرباب لازم أنا يبي خلوص، أنا لازم روح سافر، أنا في بچة مال صغير، أنا يبي خلوص. أقول لك ما في فلوس، روح. أنا لازم يبي خلوص، أنا قبل كم يوم روح سافر. تبعد تبعد شوي لا أدوسك بالسيارة، تبعد.
محمد محمد هلا يابا. وينك انت؟ انا هني في الديرة. بسرعة تعال جيب لي المفتاح مال البيت، انا مضيع مفتاحي ما انا شايفنه. ان شاء الله يابا. بسرعة يلا اوكي. يا سلام، والله شكلك تعبت على البيت ابو محمد، الوان حلوة واختيارات راقية. هذا بس من ذوقك يا الحبيب، صراحة وقت الاختيار صح تعبني واجد. محمد محمد. هلا يابا. تعال يابا صب شاي. ان شاء الله. حيا الله الشباب، كان زين والله كل يوم تجون تزوروني، وما دام بعد المره مسافره ويا الاهل تجون نستانس شوي. شكرا، المزاج رايق يا ابو محمد. اي والله احس هالايام مزاجي مزاج عزوبي. الا ابو عبد الله وينه؟ ما لي احس هالايام، انا توقعت يجي اياكم. اوه ابو عبد الله عنده بنيان، يعني خلاص انسى تشوفه. صدق والله؟ تعبان مسكين، جايب له عمال ومدوخينه. ابو عبد الله قلبه ضعيف وهذا غلط، لو أنا وياهم كان عرفت شلون أمشيهم صح. يا جاسم تشكلك كلش مو عطوف. لا لا مو كذي، أنا مع الحق. أذكر الوالد الله يرحمه كان عنده واحد متعبنا من العمال، بس لكن عرف بعدين شلون يمشيه صح. قلت لك روح ومالك شي عندي، وإذا طبيت هني بشوف شغلك. يلا روح روح. الله يرحمه كان رجال مؤمن. اقرأ لي الفاتحة. السلام عليكم. هلا ابو محمد. وعليكم السلام، صباح الخير. صباح النور. ابو محمد وينك؟ في البيت والله، بس خبر المدير ان انا ما بقدر اداوم اليوم، شوي تعبان. خير ان شاء الله، الله يعطيك الصحه والعافيه يا ابو محمد. الله يعافيك، مع السلامه. هلا هلا، توك جاي في بالي. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا بالحبيب المختفي. لا مختفي ولا شيء، انت اللي ما تبين. عفا عليك، انا موجود واتمنى شوفتك. الله يسلمك يا الغالي، بسألك سؤال بس خله بيني وبينك. تفضل حبيبي. انت ما قلت لي قبل اني انا محتاج حق واحد متخصص في تفسير الاحلام. ايه صح، انا فعلا محتاج. امس شفت حلم غريب ولازم أعرف تفسيره. وين أحصل مفسر الأحلام اللي تتكلم عنه؟ والله ما أدري يا أبو محمد. يعني ما تقدر ساعدني؟ أنا ما أعرف أحد محدد. بس عندك كبار السن يعني مروا بتجارب وقصص وشافوا الحياة أكثر مننا، وممكن تستفيد منهم في هالجانب. إيه عندك حج راشد. حج راشد قشمري ومزوح. أنا بعد كنت أمزح إياك، أم بيك تروح لمفسر أحلام؟ ترى صدق أنا متضايق واجد. زين أبو محمد بعد شوي بتصل لك. بغيتك في موضوع يا حج راشد. موضوع؟ إيه موضوع. أنت تعرف يا حج راشد في تفسير الأحلام؟ إيش له ما أعرف يا ولدي، تفسير الأحلام أسهل شي في الدنيا. ما شاء الله، من وين لك هذا العلم يا حج راشد؟ من تجارب هالدنيا يا ولدي، الدنيا تعلم كل شي. أنا أمس شفت حلم غريب يا حج راشد، ما أنا عارف معناته. زين قل لي وش شفت يا ولدي. غريبة هذا اليوم، من الصبح هيات عنده، الجيران كلهم نايمين لي الحين.
وهذا كل الحلم يا حج راشد. بشرني وش تفسيره؟ إيه يا ولدي، هذا الحلم تفسيره بسيط. زين وش تفسيره؟ هذا تفسيره يا ولدي إنك تعيش في عالم بروحك وتحس بالوحشة. يا ولدي أنت في الحلم حسيت بالوحشة؟ إيه صح. إيه، وهذا العالم غير هالعالم. شلون يعني غير هالعالم؟ هذا عالم القبر. وش تقول يا حج راشد؟ التفسير يا ولدي مو بالظاهر، وهذا معناته إنك قريب راح تعيش عالم القبر. صل على النبي يا حج راشد، بعدي شباب. أقول يا ولدي إذا عندك أمانة وصلها لأهلها، وإذا عندك وصية اكتبها من الحين قبل الأجل، وإذا ظلمت أحد وأخذت حقه رجع إليه واعتذر من كل اللي ظلمتهم وبري ذمتك منهم. يا ولدي موضوعك ما هو جديد علي، يوم كنا شباب في قد عمرك واحد من الشباب شاف حلم مثل حلمك وتحقق. وش صار فيه بعدين؟ إيه الله يرحمه، بعد شهرين من الحلم توفى الله يرحمه. وإذا ظلمت أحد وأخذت حقه رجع إليه واعتذر من كل اللي ظلمتهم. إيش فيك أنت؟ كل مرة أجي لك تخرب لي الشعر. وين هذه القصة؟ أنا قال لك تحت، ليش رفعتها فوق؟ خلاص ومش بوزك من الفلوس بعد. تفضل تفضل. السلام عليكم محمد. عليكم السلام أرباب. محمد كم في فلوس باقي انت فيه؟ ما بي فلوس، ما في مالو. قول قول لا تخاف، انا ما بضربك. ما في مالو، ماني ما في مشكل. لا 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 في مشكل، ما يصير انا يوم القيامة اتوقف علشان كم دينار. ما بي أرباب، ما بي. ها بي شلونك؟ الحمد لله أرباب. لا 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 تخاف، انا وانت اخوان. انت في مسلم؟ لا مسلم، ما في مسلم، كل انسان. بارك الله فيك. لا بابا عيب، ما يتكلمون بهالاسلوب، عيب. ان شاء الله. هلا زبير. زبير في واحد ينظف سيارات اسمه عبد السلام، وين الحين هذا؟ هو سافر، له وسافر من زمان. خلاص ما يجي بحرين؟ اكيد هو ما يجي. غريبة، مروا شهرين ولي الحين ما حسيت بشيء، مو حاسب ألم ولا حاسب مرض، ما أدري متى بيجي الموت. هل الكل سامحني؟ والله لا، لأني أحس الخوف يوم بعد يوم يزيد.
حجي راشد. السلام عليكم يا ولدي. عليكم السلام، حياك تفضل. لا 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 يا ولدي، الله يغنيكم، بس عندي كلمة أبغى أقولها إليك وتيسر. وإيش بتقول يا حجي راشد؟ أنا الخوف ذابحني وأترقب الموت في أي لحظة. كلنا يا ولدي عرضة للموت في أي ساعة، حتى الجنين في بطن أمه. لكن يا ولدي تفسير حلمك مو مثل ما تظن. شلون يعني؟ ما فهمت. والله يا ولدي أنا لا أعرف في تفسير أحلام ولا عندي علم، واللي أعطيتك إياه الحشي مو صح. شلون مو صح؟ مو قادر أفهم، يعني الخوف اللي عشته كله وهم؟ مو وهم، الموت حق، واللي يظلم الناس لازم يخاف من الموت. والسالفة اللي قلتها لي عن الشاب اللي شاف نفس الحلم ومات؟ ما في قصة ولا شاف. أنا تعمدت أجيب لك هالقصة علشان أخوفك يا ولدي. حجي راشد مو قادر أستوعب كلامك، شوي شوي علي، خلني أفهم الموضوع. لأن أنت صرت معروف يا ولدي في هالديرة أنك تستضعف الناس اللي يجون من بعيد علشان أرزاقهم، وحبيت يا ولدي إني أنبهك. متأكد حجي راشد؟ مع السلامة وتحمل بروحك. تفضل حجي راشد تفضل. انت ما تسمع الهرن؟ يسمع الهرن لو ما يسمع الهرن؟ الواحد اذا سكت عنكم تركبون فوق راسه. وين الثوب؟ رحت للكوايبة، قال لي ما جهزت. شلون الحين ما جهزت؟ انا بيها الحين بروح لامك المطار. وايش اسوي؟ بعد شوي تجهز. بعد شوي؟ كان قلت لها بيها بسرعة الحين. يبا تفكرني خليته؟ اول ما قال لي ما جهزت عطيته كيف، خليت راسه يدور. كفو يابا كفو. قلت له عندك بس 10 دقائق، اذا ما جهزت بحطك مكان الثوب. كفو عليك يابا رجال. يلا قوم الحين نروح نجهز غرفة امك قبل لا تجي من السفر وتعور راسنا. جاسم حبيبي ليش واقف على الباب؟ بابا ايدي كبرت ما بيصير مثلك. ها ايش فيك يابا؟ علي اتغير اذا كبرت؟ ليش؟ ايش فيك يعني؟ لانه ما بصير مثلك. ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. Oh.
القصة أثار تمهل في النظار تأمل في العبار هاي الدنيا ألوان سمعك والبصر في ليل السحر لك يضوي القمر هاي الدنيا ألوان.